بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، الفيديو التدريبي رقم 2 على استخدام الـ Endpoint. اليوم راح نحلل عملية بازيليكا ونشوف هل تصلح للشراء أم لا. تمام؟ طيب، فحسب الـ Path Point، راح الـ Path Point، أوكي، راح الـ Path Point مرة ثانية. وين الـ Path Point؟ اوكي، افتح الباث بوينت مرة ثانية. اوكي، طيب هاي العملية هلا حتنهار، هلا حنعرف ليش. اوكي، حتنهار لهي المستويات، تمام؟ بس مشان اذا انهارت انا عم بعمل فيديو، هذا اول مستوى وهذا ثاني مستوى، فهي هي مستويات شراء هاي العملية، هاي هي منطقة شراء. طبعا نحن نلاحظ البرنامج، تمام، يحدد لك منطقة. همسح لك كل شيء. اوكي، طيب يحدد لك منطقة شراء، ما بيحدد لك مستوى واحد، فهي هي المنطقة. اوكي، او في عنا مستطيل روتيتد. اوكي، فبيحدد لك مستطيل بهذا الشكل، تمام، هيك شكله هذا المستطيل، بحدد لك هاي المنطقة. فليش هاي العملية بدها تهبط لهذا المستوى؟ بكل بساطة نفتح سيليكا USDT، هاي العملية تبعها، تمام، هي ماشية مع البيتكوين هابطة، تمام. طيب هذا هو الشارت تبعها، فينا نحط all، ناخد آخر شهر. اوكي، عندي هون هبوط، عندي هون هبوط، لاحظ عندي هاي المنطقة هي هبوط هبوط، عندي هون صعود، عندي هبوط هبوط، عندي 5 مايو، عندي صعود. اوكي، طيب فأول نقطة أنا طبعا فيني أشتغل على الـ Endpoint، مو شرط تشوف الـ Path Point، بس لا تاخد صورة أوضح وأشمل وتعرف المنحنى كيف بده يمشي. فمنطقة شرائي حتكون من 5 مايو حتى 16 مايو. طيب هذا هو 5 مايو، تمام، نفس الشيء حتلاقي هون عطيك أخضر، والباث بوينت كمان عطيك أخضر، وعندي 6 مايو كمان أخضر، عندي 16، لا هون بلش يطلع الأحمر معي. اوكي، فأنا باخد قاع اللي بدي اشتري من عنده 5 مايو، تمام، حط واحد، لاحظ يوم واحد هو قمة، يوم 5 هو قاع. اوكي، طيب يوم 5 هو قاع، فهي نقطة تغير اتجاه، لما يكون أحمر وأخضر يعني تغير اتجاه، فالقاع حيكون 5 مايو. طيب هون 6 مايو مواصلة اتجاه، فيني هاي النقطة أحملها لأنه هي مواصلة اتجاه، 16 مايو هي القمة، تمام. فأخذت أنا شو؟ قمة يعني هبوط، بعدين عفوا، أو هاي النقطة عادية، أخذت قاع اللي هو 5، أخذت 16 اللي بعده. اوكي، طيب فبلش انا ظبط الدلتا تبعي. طبعا هون لاحظ الدلتا، اذا فتحت الجدول انت، الدلتا المفروض تكون العملة عم يتراوح سعرها هون على المحور هاد بين 0.01 ل 0.1. اوكي، يعني هون بين 0.01 سعر الحالي 0.68، هي تقع ضمن هذا الرينج، ضمن هذا المجال التحرك السعري، أنا محدده باللون الأصفر اللي هو الرقم 7. أوكي، طيب إذا أخذته هو نفسه 4 أصفار، لاحظ 4 أصفار، حطيته على الشعر بتاعي، لاحظ الرينج جدا ضيق، تمام، فمستحيل يكون هو، لازم انتقل للفئة الأعلى اللي هو الفئة الرقم 6. الفئة 6 لازم نشيل الصفر، لاحظ رقم 6 هون 4 أصفار، هون لا 3 أصفار، هذا الواحد الأخير شيله، هذا آخر واحد، هذا آخر واحد،
رقم واحد هذا الأخير شيله، أوكي؟ أهمله، ما يكون شغل فيه، تمام؟ طيب، فهي المفروض عم تتداول على الفئة السعرية رقم 7، تمام؟ هذا جدول فقط لتعين قيمة الدلتا الابتدائية، بعدين أنت بدك تميز على الشرط. لاحظ حطيته هو نفسه 4 أصفار، فطلع الرينج جدا ضيق، مستحيل العملة عم تتحرك بهذا الرينج. شوف الرينج التداولات تبعها، الخطوط جدا قريبة من بعضها، فمضطر أنا أنتقل على الفئة اللي هي أعلى، هي الفئة الأعلى، يعني اطلع لفوق بالجدول. أنا بنتقل على الفئة رقم 6 اللي هي هي الدلتا، باخد الدلتا هي، هذا هملو، اعمل حالك مو شايفه، تمام؟ فباخد 3 أصفار 1، كمان هذا اعمل حالك مو شايفه، اوكي؟ يعني هون هذا خلص، هذا هيك، اعمل حالك مو شايفه، اعمل حالك مو شايفه، اعمل حالك مو شايفه، اعمل حالك مو شايفه، هذا جدول بده تعديل شيء الواحد منه بس لأني مالي فاضي اعمله، اوكي؟ طيب. فباخد 3 أصفار 1، هي كانت المفروض تتداول ضمن هاي الفئة، ولكن الخطوط ضيقة جدا، فأنا رفعت قيمة الدلتا، يعني طلعت لفوق من رقم 7 لرقم 6، هيك أنت رفعت الدلتا، لاحظ؟ لاحظ معي بس هاي النقطة هون. إذا كنت أنت عند رقم 2 مثلا، عملة مثل إثيريوم عم تتداول عند رقم 2، الدلتا تبعها 1، اتفقنا إنه هذا ملغي. اوكي، اعمل حالك مو شايفه، هي عم تتداول على 1.0، اوكي؟ طيب، فلما بدك ترفع قيمة دلتا بدك تطلع لفوق بالجدول، مو تنزل لتحت، تمام؟ فأنا بدي اطلع لفوق فهاخد 10 فرضا. طيب، هاي العملة عم تتداول افتراضيا، هي مفروض عم تتداول عند هذا الرينج، اوكي؟ عند قيمة دلتا هي، ولكن بسبب الخطوط ضيقة أخذ دلتا اللي فوق، تمام؟ راح اخذ 0.3 أصفار 1، لاحظين هذا العملة حد تكرج لتحت، اوكي؟ طيب، تمام؟ طيب، 1.5 ما لي شغل فيه لانه خلاص انتهى الموضوع. لاحظ اذا حتى لو حطيته 1.5 فهي مقاومات، شايف؟ مقاومة، شايف المقاومة وين؟ اعطيك اياها بالضبط، هون مقاومة، هي كمان مقاومة، السعر بده يهبط. طيب وين بده يوقف الهبوط؟ يوقف الهبوط، شوف النقطة اللي بعدها 5.5 أخضر، أوكي هي حتوقف الهبوط، شيله، أوكي شيله، خلي بس 5.5 القاع اللي أنت بدك تشتري من عنده. فهي هي مناطق شراء هاي العملة. عم بحكي عن التداولات هلا، أنا ما عم بحكي عن يعني عم بحكي عن التداولات، أوكي؟ طيب خلينا نقول ما بدنا باك جراوند، اوكي؟ فهي هي مناطق الشراء، حكبر المستطيل مشان تشوفوا الصورة ويكون شغلنا واضح. هذا هو قاع 5.5، فالعملة لسه عندها هبوط، شايفين؟ العملة بدها توقع، وعملة كاردانو نفس الموضوع بدها توقع، اوكي؟ عندي 13% أول مستوى و 25 أو 26% ثاني مستوى، فحرام اشتري العملة من هاي المستويات، أو بدي اضطر أعزز من تحت، اوكي؟ طيب. أنا بكل بساطة عندي هذا المستوى، أنا حأدخل أشتري من هذا المستوى، أوكي؟ وهذا الباقي السوق مسامح فيه لأنه حيصير ارتداد سريع من عنده، أوكي؟ طيب، ما تعرفوا كيف أنا عم خطط للصفقة، ببلش أنا شو؟ الصفقة أنت عم تعقد صفقة عزيزي المتداول، فأنت بدك تخطط تماما شو بدك تعمل، واكتب، خلي كلامك واضح هيك، اكتب نقطة دخولي شراء، اوكي؟ هيك اكتبها، معلش عاب على الصفقة شوي، لأنه هاي الصفقة فيها 50% بالمناسبة. نقطة دخول شراء وحطها ضمن هذا المستطيل، اوكي؟ طيب، فبدأت عينت أنا حأدخل من الحد العلوي، تمام؟ مشان نكون أضمن إنه السعر بالفعل يجيب لي، يعني إنه تدفع هذه الصفقة تبعي. ففتحت على منصة أوكي إكس، هي عملة زلكا، شوفوا الأمر المعلق اللي حاطه. عملة زلكا باي، أمر معلق، تمام؟ نوع الأمر ليميت، شايفين؟ هو موجود نوع الأمر. أنا عم بتداول لايف، أوكي؟ الصفقة إما حتنجح أو حتخسر، يعني هذا حساب حقيقي وليس حساب تجريبي. عندي هذا هون الليميت، أوكي؟ هذا ليميت أوردر، فشو؟ بيعرض لك كل أوامر الليميت، فعندك هي عملة زلكا، شو داخل عليها؟ شراء. وين الأفرج فيل برايس 0.0587، أوكي؟ تمام، داخل ب 186 دولار.
هي علنا انا عم حطها. طبعا هذا المبلغ قليل لاني موزع فلوسي، شايف هون في عندي عملات تانية، في عندي عملات على التخزين، فهذا المبلغ اللي ضل فدخلت فيه لحتى اعمل لكم هذا الفيديو. اوكي طيب، فدخلت مبلغ 200 دولار لحتى تشوفوا انتم انا كيف بدي فوت. اوكي طيب، ناخذ هذا السعر ونشوف انا وين بدي ادخل. لاحظ العمليه السوداء بدها تحبط، فحرام اشتريها من هاي النقطه. امسك هذا الخط الكوردينيت، اعمل بيست، لاحظين بقيت من نفس الخط اللي انا حطيت لكم اياه، حاطط امر معلق شراء لعمله زيليكا، شايفين؟ يعني هون عند هذا المستوى. اوكي هاي المنطقه لاحظ وهي توافق شو منطقه دعومات سابقه، شوف عديلي النقطه اللي انا بدي اشتري منها، لاحظ عديلي السعر ارتد من هون، السعر ارتد من هون، اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أوكي طيب، هذا الخط أنت عن طريق التحليل الفني العادي صعب إنه أنت تعرفه، بده يكون عندك خبرة قوية جدا. فالإند بوينت سهل عليك الموضوع، أعطاك الخط ليك وخلص بكل بساطة. تمام، افتح إشارة الأربع ساعات، نمسح كل شيء. أوكي أو ما في داعي، أوكي لأنه هي صارت بالماضي. لاحظ شو قايل لك، هي نقطة دخولك شراء، خلاص منتهي الموضوع، هو محدد لك إياه. ما في داعي أنت تلبك حالك وتقعد تتعذب وتحلل. طيب وشلون بدك تعرف أصلا إنه أنت إنه هذا خط هو أو خط إنه هذا خط شراء لهي العملة؟ صعب جدا تعرفه أنت إذا ما عندك إكسبيرينس بالتحليل الفني. شايف الخط كم مرة السعر تمحور حواليه، لاحظ قوة البرنامج بتحديد المنطقة. اوكي فلسه هي العملة قدام هبوط، عملة كاردانو كمان قدام هبوط، عامل لكم اياها مشان اللي بده يفوتوا يشتروا. طيب كمل، انا عندي خمسة خمسة هي القاع، ليش؟ لانه قبل منها احمر هبوط واجت هي اخضر بعده، فهي القاع فهي نقطة شرائي، لازم يكون في تعاقب. شو هو القاع على الاند بوينت؟ القاع على الاند بوينت كيف تعرفه؟ بيكون عندك أحمر بعدين أخضر، فاللون الأخضر هو القاع تبعك. تمام طيب كمل، حط النقاط بعد منها عادي طبيعي جدا، 6 5 ما تغير اللون، سيبك منها نقطة مواصلة الاتجاه، 16 5 عم شايفين عم بمشي أنا نقاط ترتيب ورا بعض، 16 5 طلع عندي لون أحمر، فأوكي هذا هون بده يتغير الاتجاه، هون ب 16 5 حاطط لي لون أحمر، يعني أنا هون عندي هي دورة مزدوجة. أوكي بالإصدارات الجاية إذا كانت دورة مزدوجة حأفصلها لجزئين عشان تقدر تحدد لون الأحمر لوحده والأخضر لوحده، فحيكون 16 حيكون عندك لونين. أوكي طيب، فببدأ أنا بدرس النموذج تبعي، ودائما قلت أنا هو بيحدد منطقة، خط النقط وخط شو، خط النقط وخط شو، خط متواصل. فعندي هذا الخط الأحمر أحدده، أنا عم بتطلع على الأحمر فقط، الأخضر أصيبك منه، أنت بدك تفلتر، البرنامج حاطط لك كل شيء لأنه هو برنامج ما بيفهم، تمام؟ عندك هاي المنطقة وهي المنطقة شراء، أوكي؟ طيب، فإذا دخلت أنا بهي النقطة عندي هذا أول هدف، أوكي؟ هاي المنطقة هذا، حطيت عليها لون أصفر، تمام؟ فأنا حأمسح كل شيء، أوكي؟ امسح كل شيء وبلش عين الهدف تبعي، خلاص انا حطيت الامر تبعي، حددت هي نقطه دخولي. تمام طيب بلش هون، انا عندي هدول اول حزمه خطوط حمراء، هي اول هدف لإلي. تمام بعدين ثاني هدف هذا هو. اوكي ببلش انا بعد ما تدفع على الصفقه بحط التيك بروفيت على هي، وين ستوبي؟ صار اول ما يوصل لهون تدفع على الصفقه السعر يطلع لفوق، ابدا حط ستوبك، مو مباشرة أول ما السعر وصل عند الخط تقوم أنت مفعل الصفقة وحاطط ستوب، لأنه ممكن السعر ينزل يهبط مرة تانية، ممكن يرجع يدخل بهي المنطقة مرة تانية، ممكن السعر يعمل لك هي الحركة مشان تنتبه ما تخسر. تمام السعر ممكن ينزل يهبط هيك لهون يوقف عند نص هاي المنطقة، أنت تكون مشتري حاطط ستوبك هون. أوكي فصار يجي يخبط لك ستوبك، هذا ستوبك اللي أنت حاطه يطلع لفوق عادي طبيعي جدا، يعطيك حتى 100%. تمام حتى لتتفادى هذا الموضوع
إذا أنت دخلت هاي الصفقة وبدك تفعل الستوب، الستوب تبعك وين بيكون؟ إحنا قلنا إنه البرنامج بيعطيني حزمة خطوط، فهي هي المنطقة تبعي. فستوبي دائما بيكون أسفل أدنى خط، يعني هون هذا الخط المنقط هو أدنى خط ضمن هذا المستطيل، فبحط الستوب أسفله قليلا. إذا تعرف هبط تحت منه فخلاص فشل تحليلك والصفقة ستوب أوت. طبعا ليش اشترينا من هون؟ حتى يكون عندنا أقل مخاطرة على حساب هون، مخاطرة عالية جدا يعني لحد هلا. أوكي تخيل أنت مشتري من هاي المنطقة والسعر هبط عليك 21%، اتس تو ماتش بيبي، يعني كتير انه تخسر 25% من حسابك. فبدأنا حددنا اهدافنا عندك هون، افهم البرنامج كيف بيشتغل عشان يكون سهولة بالتعامل معك. اللون الاخضر مالك شغل فيه، هذا صعود هون، شايفون المناطق الحمراء. المنطقة الحمراء هي خطين، خط منقط وخط متواصل. فببدأ انا اوكي قول هاي اول منطقة بدي اعمل جني ارباح فيها. طبعا انت عم تحكي اذا السعر هبط من هون لهون عم تحكي عن 16 او 17%، انت شايفها قصيرة تمام. والهدف الثاني هون تمام، ففيك تاخذ تيك بروفيت على الخط الاسفل احتياطا تمام، احتياطا هون تاخذ تيك بروفيت، او تاخذ تيك بروفيت هون تمام، خده على الخط الاسفل على ادنى خط بتواجهه. ودائما اشتري من اعلى خط، تشتري قريب من اعلى خط اوكي، مع انه السعر ممكن يهبط تحته وستوبك اسفل الخط المنقط. لما بدك تبيع ححط لكم اياها هي بلون اخضر اوكي، هاي نقاط شرائك عشان تفهم انه لون اخضر هو لون الشراء اوكي. طيب فهي هي منطقة الشراء تبعك. البيع دائما خط الخط الاسفل، لانه احيانا السعر بيعمل تاتش بالخط، مو هي حزمة خطوط، بيعمل تاتش هون بيقوم هابط عشان تضمن انه الصفقة تقفل معك. فهذا هو اول هدف حطيته انا تمام. خليني امسح هاي، ما عاد لها شغل، امسح هاي كمان مرة ثانية. لاحظين العملة لسه بدها تهبط لتحت، فباخذ هون انا هذا الخط اللي بدي بيع عنده، اول هدف لإلي، هذا الهدف الثاني اوكي. طبعا ممكن السعر يجيب الخط العلوي، بس انت لا تقعد كتير يعني، خلاص انت مشتري اصلا من قاع القاع من هون من هاي المنطقة، خلاص شو بدك بهدول 5 و6% اللي انت راكد وراهم. خد دايما الشيء اللي بيأمن لك أمن حسابك، يعني كلياتهم هدول 6%. بينما انت هون اذا مشتري من هاي المنطقة وجابت لك هذا الهدف، انت عم تحكي عن 46%، اضعف الايمان. اذا قضيتها العملة تذبذب رح هي شو حتجيب لك 10%، جود نوت باد تمام. او فيك الحل الثاني بالنسبة لنقطة دخولك الشراء، تراقب السعر، ممكن السعر اول ما يدخل بهي المنطقة وتلاقيه هيك بلش يهبط هون قرب من هاي المنطقة او على منتصفها، غزه عملية شراء. بس انا من الاشخاص اللي ما بتابع تمام، اذا انت بتتابع قاعد ورا الكمبيوتر او الجوال فيك تفوت تعمل هاي العملية، تتابع السعر اول ما يدخل ضمن هاي المنطقة يهبط فيها تشتري هون، بتحصل اسعار افضل اوكي. فعنا هذا الهدف وهذا الهدف الثاني، فهذا هو تحليل هي العملة. طبعا هذا الحكي وين بده يكون؟ حتى يوم 16/5، اليوم 3/5 اوكي. فهي العملة بدها تاخذ وقت لحتى تطلع لهي المستويات تمام. فلسه العملة شايفين واضح هون انه هذا مقاومة، واضح ان السعر عم يهبط من هي المنطقة تمام. فهي هي طريقة عقد الصفقة، وين تحط ستوبك دائما اسفل الخط المنقط الاخضر. ليش؟ لانه السعر هون ضمن هاي المنطقة البرنامج ما بيعرف السعر شو بده يعمل، هو عم يحدد رينج اوكي، مجال سعري. فممكن السعر ينزل تحت شوي يرجع يطلع لفوق، انت تفكر يرجع يهبط او يؤدي منطقة تذبذب ضمن هاي المنطقة، بعدين يطلع يعمل لك 50%. فهي المنطقة هي المنطقة اللي انت منطقة الشراء تبعك، وين بتحط ستوبك؟ هذا هو الستوب، هحط لك اياه باغمق خط، اعمل لك اياه بلون ازرق، شايفه؟ يلا حط لكم اياه متواصل، هذا هو ستوبك، شايف؟ هذا الخط الاخضر تبع الدورة تبع 5/5، حطه اسفله شوي قليلا، وانت بتكون مشتري من ضمن هاي المنطقة. لا تفوت هلا تشتري لي هون من هاي المنطقة، هاي منطقة خطيرة للشراء. عملت كاردانو نفس المبدأ، قدامه هبوط اوكي. فعملت كاردانو نفس الشيء، ممكن تعمل نفس مبدأ عملت زليكا ومو هبوطة
ممكن يكون عنيف. فانت بهومن كارد، انا مالي محللها بس نظرة مبدئية تمام، انه شايف لسه في قدامه هبوط. طبعا عملت كاردانو نفس المبدأ، حطيت 0.0 شايف 3، العملة عم تتراوح بين 0.1 لل 1 دولار، 0.1 لل 1 دولار، فهي عم تتداول ضمن هذا الرينج. فهي 3 اصفار واحد، حط 3 اصفار واحد، لا حيطلع شايف الخطوط قريبة من بعضها جدا مضايقة. اوكي ف نزلت وطلعت للفئة الأعلى، هي عم تتداول هون. اوكي نكون توضيح ونكون حكينا، العملة عم تتداول ضمن هذا الرينج رقم 6. اوكي ضمن الرينج رقم 6 هذا هو. فأنا لأنه لقيت الخطوط قريبة من بعضها أخذت الرينج الأعلى، طلعت لفوق، دايما تطلع لفوق. فهي شو 0.001، وقلنا هذا الواحد اعمل حالك مو شايفه، فخده مثل ما هو 0.001 وحطه بإعدادات البرنامج 0.01. اوكي لاحظ العملة شو اختلفت الخطوط، ليش العملة عم تهبط؟ لأنه هون في مقاومة. طب وين دعمه؟ اوكي وين دعمه؟ بمسك أنا هون حط 16، العملة ممكن تهبط هلا هذا الرقم كلياته maybe. اوكي 25 إلى 35%، فانتبه هاي العملة ممكن تنهار، عملة كاردانو، فمو منصوح بالشراء فيها إطلاقا حاليا. عكس عملة ألجو، عملة ألجو إلها نفس الدلتا تبع شرحتها أنا بفيديو سابق، إلها نفس الدلتا تبع عملة كاردانو، فهي طلعت. طب لاحظ منين طلعت؟ طلعت من أسعار شو؟ 0.55 0. كذا. اوكي عملة كاردانو لساتها وين عم تتداول؟ 0.77 وجابت 0.73 اوطى نقطة، فممكن تعمل مثل عملة ألجو تدخل بهي المنطقة. اوكي ممكن تدخل بهي المنطقة وتعمل هبوط لهي المنطقة، فانتبه من هي عملة كاردانو او بدك تعزز من هاي النقطة. طيب هلا لو العملة طلعت من المستويات الحالية بالتحليل غلط، وين الغلط عندك؟ بقيمة دلتا، حتى انا بكون غلطان نفسي بقيمة دلتا. اوكي اما البرنامج I don't think so انه في غلط، لاني كتير ظبطته مو شوي. عملة دلتا اوكي شايف حطيت 3 اصفار، حدد لك منطقة الشراء تبعك، شايف هاي العملة لسه بدها تربط. اوكي جايز بالتوفيق، يلا تمام. هاي فيديو تدريبي رقم 3، وحنزل فيديوهات تحليل جدا، لانه خلصنا البيجست مايلستون تبعنا بموضوع البرمجة، انجزت كتير، فهلا بنتداول لايف قدام كل. اوكي يلا بالتوفيق، بنشوف نتيجة الصفقات بعد يوم 16، حنستعرض شو حطينا صفقات الكون، حطينا البيتكوين. فيديوهات تدريبية هي مو هدف منها توصية، أنا ما عم بعطيك توصية عزيزي المتداول. أوكي انتبه، أنا عم درب الجروب تبعي اللي هن الفولورز تبعي، عم دربهم أنا كيف يستخدموا هاي البرامج، مش مو الهدف منه إطلاقا إني أعطيك توصية، وأنا مالي مسؤول إذا أنت خسرت. اعتبر هذا التحليل تخبيص، وأنا طالع عم خبص على قناتي على اليوتيوب، قناتي على اليوتيوب وأنحر فيها، بحط اليوتيوب فيه جيد وفيه سيء، فاعتبر المحتوى تبعي من المحتوى السيء، أنا عم ريحك وأعطيك إياها من الآخر. أوكي مشان ما تقول لي والله انا فتت بسبب اي توصيه وانا خسرت، انا مالي شغل فيك، هاي فيديوهات تدريبيه وليست عقد صفقه، فلا تتواصل معي ولا تفرجيني وشك نهائيا، لانه انا هذا فيديو انا قايل لك تدريب، تيجي تفوت تقول لي انا فتت على توصيه انت اعطيتها، انا ما بعطيك توصيات. اوكي انتبه للموضوع، هذا المحتوى العلمي والهدف التدريبي للمتابعين الفولورز تبعي، انت عم تشوف القناه وانت مالك مشترك هي مشكلتك الشخصيه، لانه البرنامج ممكن يغير التحليل تبعه، ممكن يعمل ابديت تبعه، ممكن هلا العمله تطلع، فانا ماني مسؤول عن دخولك بهي الصفقه او عن التحليل، حتى لو الصفقه تنجح لا تتواصل معي. اوكي بليز تمام، يعني ما اشوف وشك على الخاص لانه انا مالي اعطيك توصيه، واعتبر المحتوى تبعي هو افشل محتوى كريبتو كرنسي على اليوتيوب، وانا عم اقول لك لا تتبع المحتوى تبعي. اوكي مش اريحك يعني، ضميرك يكون مرتاح على الخير. اوكي يلا بالتوفيق شباب، وشوفكم بفيديو تاني تحليلي، حنشوف احنا حطينا البيتكوين، حطينا عملة ألجو وعملة مانا، وحطينا شو، وحطينا طبعا اذا
التحليل تبعك طلعت غلط والعملة طلعت معناتها قيمة دلتا غلط، وحتى أنا بكون عندي قيمة دلتا غلط عشان تعرف أنت وين مكان الخطأ، لأن هذا فيديو تدريبي. أوكي، ف شايفين العملة هلا كيف كاردانو حتعمل مصيبة إذا استمر الهبوط تبعها مثل ما إحنا متوقعين، حتعمل مصيبة believe me believe me. أوكي طيب، بعدين حتطلع خلاص، لأنه إحنا على المنظور الزمني البعيد إحنا صاعدين، فأنت بمناطق قيعان، مناطق تبلش أنت تشتري، تبلش تظبط أمورك شراء بعد لو شفت هبوط عنيف للعملات. أوكي، هذا المنظور الزمني البعيد، ممكن يتحقق هلأ، ممكن بعد شهر، هذا بده سنين ليتحقق. أوكي، مو تبع يوم، أو مو أنت نايم عفوا، أو حطيت قصيت لأني عم باكل. طيب، أو مو أنت فتت والله حاطط لي الدولار واحد بالمنصة تبعك، أو فايت لي أبو 5 دولار وعشرة دولار وبدك تنام وتفيق وتلاقيهم مليون دولار، هذا كلام غير منطقي، ما هو موجود عندي. أنا عم خاطب المتدربين اللي بالفعل بدهم يحققوا الحرية المالية ويقدروا يعملوا الفلوس ويحققوا الحرية المالية. طبعا ما عم خاطب واحد فايت لي بعشرة دولار أو دولار واحد فايت عم يقلي التوصيل تبعك فاشلة، تعال أنا بعطيك العشرة دولار من جيبتي وعفيني من تعليقاتك، تمام؟ لأنه أنا أصلا ما بعطي صفقة. طبعا أنا كلامي حاد ليش؟ عشان ما حدا بعدين يقول لي والله أنا دخلت بتوصيتك وأنا خسرت، لأنه لما صفقة في صفقات حتضرب معك ستوب لوز، أوكي؟ ولما صفقة أنت تضرب معك ستوب لوز بتلاقي كل الناس ما شاء الله صاروا شاطرين وبيفهموا بالتداول بفوتوا بدون يعلقوا، مع أنه هي طبيعة السوق، يعني هي ميكانيكية المتداولين، تمام؟ أما لما تلاقي صفقة ناجحة كلهم مختفيين، وين؟ عامل نفسه زي أخت العروس ما له علاقة بأي شيء، تمام؟ فهذا الموضوع بدنا نخلص منه، مو أنت يطلع صوتك لما نعطيك تعليقات صح ونقول لك عفوا تحليلات صح وتنبؤات توقعات صحيحة، أنت على السايلنت مود، وقت يطلع شيء عنا شيء توقع صح بتصير أبو العريف وأنت اللي مكسر الدنيا علما وأنت اللي أعلم واحد بهي الدنيا وصوتك بيطلع. أنا حكي تمام واضح ومحدد وصريح، ليش؟ لأنه أنا زلمة حازم، تمام؟ وأنا زلمة عادل. أوكي، الانفستنج بوينت كان في خطأ بشهر أبريل، طلعنا أعلناها بالجروب تبعنا خاص، ما عنا شيء نخاف منه، وبلش الناس يتفزلكوا. طبعا تعرفوا الناس ليش بتتفزلك وقت يلاقوا عندك غلط، إنه خلاص البقرة وقعت فكترت سكاكينا. لا يا عمو، تمام، هذا الحكي مو عندي أنا، خطأ بطلع بعلن عنه، شو دخلني أنا، هذا برنامج عم يحلل، شو أنا أعطيك تحليل وأنا مو أعطيك توصية أصلا، بدك تفهم هذا الموضوع. فمو لما صفقة تنجح أنت على سايلنت مود على الوضع الصامت عامل زي أخت العروس، لما يطلع عنا شيء خطأ شيء شغلة شيء سوفتوير تعثر من ناحية، لأنه الموضوع جدا معقد، السيرفرات والسوفتويرات والتحليل وطريقة قراءة لازم تكون صحيحة. ف طبعا طريقة القراءة بسيطة، ما هي صعبة، بدها بس شوية لوجيك انت تقرا الموضوع وتتدرب عليه، مشان هيك عم بعمل فيديوهات تدريبية. فوقت يطلع شي شغلة عنا خطأ تقوم انت ابو العريف وانت خلاص، يعني انت شائق الدنيا، انت جاي بدي الكلب من ذنبه وحاطط لي اياه بالقناة تبعي، فهذا موضوع مو عندي، تمام. وانا ماني حابب، انا شخص بسألكم معلومة، يعني انا شخص كتير عصبي، تمام، وكتير جدي، ف ما بدي اطلع عن طوري واقعد انا اعصب على الناس واقعد هيك وتنشن على الفاضي، فالموضوع ما له مستاهل. خطا نحن اعلنا عن خطا، ما في داعي انه انت تحكي فيه كتير. اوكي، صح، انت ليش على السايلنت مود؟ اطلع احكي هي مثل هي اذا بالفعل انت انسان منصف وعادل. عدا عن ذلك لو سمحت انا مالي شغل فيك، انا ما بعطيك توصيات، حكيت 5 دقائق بهذا الموضوع. يلا بالتوفيق شباب، خلصنا الفيديو، يلا الله معكم.